النهارده جايب لك تحديث جديد لمحاكي وين ليوتر فروست لتشغيل جميع العاب الكمبيوتر على الهواتف الاندرويد بصيغه الاي اكس اي وبدون روت. بس طالب منك طلب صغير يا صديقي قبل ما نبدا الشرح، تنزل في الكومنتات صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك واشتراك في القناه لو انت ما انتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. هسيب لك رابط الادوات المستخدم في الشرح في اول تعليق مثبت لا اما في صندوق الوصف. النسخه ديت من وجهه نظري انا بقول لك ما بتزعلش اي حد. يعني ايه ما بتزعلش اي حد؟ يعني متوافقه مع جميع الهواتف الاندرويد، وتقدر اللي انت تشغلها على اي تليفون فئه متوسطه وتاخد اداء كويس جدا. زي ما انتم شايفين التليفون اللي انا بشرح لكم من عليه ده من الفئه المتوسطه، واللي بشغلها معايا بدون مواجه اي مشكله، وتقدر تاخد عليه افضل اداء ممكن. زي ما انتم شايفين كده اصدقائي دي اداء اللعبه، وهنجرب كمان لعبتين ونشوف الاداء بتاعهم عامل ازاي. هنبدا دلوقتي نروح على لعبه ثانيه ونشوف ادائها هيكون عامل ازاي. وهنا يا صديقي في حاجه مهمه جدا، في ناس كتيره بتقول لي انت ليه بتجرب الالعاب القديمه او الالعاب الخفيفه؟ علشان يا صديقي التليفون اللي انا بشرح لك من عليه ده من الفئه المتوسطه ما اقدرش ان انا اشغل عليه العاب قويه، علشان اقدر ان انا اخد منها اداء كويس على التليفون. وتعالى بقى نروح نشوف اللعبه الثانيه. وزي ما انتم شايفين معايا اصدقائي ديت اللعبه الشهيره لعبه حرب الخليج، شغاله برضك معايا بدون اي مشكله. وزي ما انتم شايفين في سلاسه ومرونه في اللعبه، هي اللعبه برضك اي قديمه، بس بقدر برضك ان انا اشغل الالعاب اللي انا بحبها على التليفون بتاعي بدون ما اواجه اي مشكله على النسخه ديت، واخد منها افضل اداء ممكن على التليفون بتاعي. تعالى بقى برضك نروح نجرب لعبه ثانيه ونشوف هل اداء اللعبه الثانيه، مع ان اللعبه الثانيه هتكون 3D، تعالى كده نشوف هل هتشتغل معانا وناخد منها اداء كويس ولا لا. زي ما انتم شايفين معايا اصدقائي ديت اللعبه الثالثه اللي موجوده معانا، وجوده الشاشه بتاعتها او اللعبه ديت اصلا 3D. زي ما انتم شايفين شغاله معايا بدون اي مشكله، واقدر ان انا اخد منها افضل اداء ممكن على التليفون الفئه المتوسطه. شغاله بالسرعه العاديه، يعني ما بيحصلش معايا لاج ولا تقطيع ولا سكوت فريمات نهائيا. وتقدر يا صديقي اللي انت تشغلها على التليفونات الفئه المتوسطه بدون ما تواجه اي مشكله على التليفون الاندرويد بتاعك. تعالى بقى هنا يا صديقي اعرفك ازاي اللي انت تعمل الاعدادات المناسبه اللي تشتغل على التليفون بتاعك وتاخد منها افضل اداء ممكن بدون ما تواجه اي مشكله نهائيا. يلا بينا. اول حاجه يا صديقي هتبدا تعملها معايا، هتروح على مدير الملفات، وبعد كده هتروح على المكان اللي هتكون حملت فيه النسخه. زي ما انتم شايفين النسخه هتظهر معاك بنفس الشكل ده، ده التحديث الاخير. وعايز اعرفك حاجه يا صديقي، انت هتحمل النسخه ديت من موقع الرسمي بدون ما يظهر لك اي اعلانات مزعجه. بعد كده هنبدا ان احنا نثبت النسخه على التليفون بتاعنا، هتثبت معاك بدون ما تواجه اي مشكله وامنه جدا على جميع الهواتف الاندرويد. بعد ما تنتهي من عملية التثبيت هتظهر معاك بنفس الايقونة الجديدة ديت، هتبدأ اللي انت تروح تفتحها. هنا يا صديقي هيبدأ يطلب منك الصلاحية ديت، هتبدأ اللي انت تديها له، وانا يا صديقي بيقول لك انستول سيستم فايل، هتنتظر لغاية لما ينتهي من عملية تثبيت ملف الOBB الخاص بتشغيل المحاكي. بعد ما ينتهي من عملية التثبيت هيظهر معاك بنفس الواجهة ديت، هتبدأ اللي انت تضغط هنا على علامة البلس، والنسخة ديت متوافقة مع جميع الهواتف الاندرويد وهقول لك ليه دلوقتي. بعد كده هتروح على أول اختيار وده الأبعاد، تقدر يا صديقي اللي انت تختار هنا الأبعاد على حسب اللعبة وكمان على حسب إمكانيات التليفون بتاعك. أنا هنا هختار مثلا 800 في 600. وبعد كده عندك هنا اختيار مهم جدا، الاختيار ده يا صديقي بيفترق من معالج للتاني، لازم تاخد بالك من النقطة ديت. لو انت المعالج بتاعك سناب دراجون هتبدأ اللي انت تختار الاختيار الأولاني، لو انت المعالج بتاعك ميديا تك او اي شركه تانية هتبدا تغير ما بين الاختيارين دول. انا هختار هنا الاختيار الاولاني. طيب هنا يا صديقي في تحديثات للاختيار ده مهم جدا تعرفها، هتبدا ان انت تضغط على الاختيار ده، وبعد كده هتبدا ان انت تضغط هنا، هتلاقي ما فيش الا اخر تحديث موجود معاك. طيب لو انت دلوقتي متعود ان انت تلعب على تحديث معين او التحديث ده متوافق مع التليفون بتاعك، هتبدا ان انت تضغط على الاختيار ده يا صديقي. زي ما انتم شايفين هيبدا يفتح لك جميع التحديثات، زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، تقدر ان انت تختار التحديث المناسب مع التليفون بتاعك. بعد كده هتبدا اللي انت تطلع من هنا، وهنروح بقى لاهم نقطه، والنقطه ديت مهمه جدا، ما بين الالعاب الجديده والالعاب القديمه. هبدا ان انا اضغط على الاختيار ده يا صديقي. عندك هنا اربع اختيارات لازم تاخد بالك منهم. الاختيار اللي هو الدي اكس في كي ده شغال معايا على الالعاب القديمه والالعاب الجديده، وساعات في العاب قديمه ما بترضاش تشتغل عليه، بتشتغل معايا على الاختيار الاول وبتكون مناسبه جدا مع اللعبه. انت هنا يا صديقي لو لقيت اي مشكله، يعني مثلا انت بتدخل اللعبه وبتلاقي في شاشه سوداء ومفيش اي بيانات بتظهر لك، لازم ان انت تغير ما بين الاختيار
الاختيارات ديت بيحصل معاك تكسير في الالوان، بيحصل معاك لاج. لازما اللي انت تاخد بالك من النقطه ديت يا صديقي، هتبدا اللي انت تغير في الاختيارات دي. انا هنا هختار الاختيار الثاني. في حاجه برضك مهمه جدا عايزك تعرفها، لو انت برضك متعود اللي انت تلعب على تحديث معين للاختيار ده، هتبدا اللي انت تضغط على الاختيار ده، وبعد كده يا صديقي لو ضغطت هنا هتلاقي عندك هنا تحديثين، والتحديثين دول يا صديقي تقدر اللي انت تجيب مكانهم. هتبدا اللي انت تضغط على الاختيار ده، هيبدا اللي هو يحمل لك كل التحديثات ديت. وهنا يا صديقي انا انصحك اللي انت تلعب على الاختيار ده اللي هو 1.10.3، ده كويس جدا ومناسب جدا. هبدا اللي انا اضغط هنا على كلمه اوكي، هيبدا اللي هو يتحمل معاك بنفس الشكل ده، وبعد كده هتلاقيه اتثبت معاك زي ما انتم شايفين، وبعد كده هتبدا اللي انت تضغط هنا على كلمه اوكي. بعد كده يا صديقي عايزك برضك تاخد بالك من النقطه ديت، لو انت جيت تشغل لعبه والصوت مرضاش اللي هو يشتغل معاك، هتبدا اللي انت تضغط على الاختيار ده وهتختار ما بين الاختيارين دول. مهم جدا تبقى واخد بالك من النقطه ديت. ولو انت عايز الفريمات تظهر معاك اثناء اللعبه، هتبدا اللي انت تفعل الاختيار ده، وبعد كده عندك الشريط ده يا صديقي هتبدا اللي انت تزقه للاخر كده، هتضغط على الاختيار ده، وبعد كده يا صديقي هتروح هنا على ويندوز 10، هتبدا اللي انت تضغط عليه وهتخليه هنا ويندوز 7، ولو اللعبه بتاعتك محتاجه ويندوز 10 هتسيبها على ويندوز 10. بعد كده هبدا اللي انا اضغط على الاختيار ده واختار هنا الاختيار الاخير، وبعد كده اضغط على الاختيار الاولاني ده واختار هنا الاداء العالي، وبعد كده هبدا اللي انا اضغط هنا على علامه الصح، هيبدا اللي هو يحمل معاك بنفس الشكل ده. بعد كده يا صديقي هيبدا اللي هو يفتح معاك بنفس الواجهه ديت. هنا يا صديقي هتبدا اللي انت تضغط هنا على زر التشغيل، هيبدا يا صديقي يفتح معاك. في اول مره بس بياخد وقت، لازم تاخد بالك من النقطه ديت، لكن بعد كده هيبدا اللي هو يفتح معاك بسرعه. فتح معايا بنفس الواجهه ديت، هبدا ان انا اسحب من الجنب كده، وبعد كده هختار فول سكرين علشان يفتح معايا بكامل الشاشه. بعد كده يا صديقي هتبدا ان انت تروح هنا على حرف الدي زي ما انتم شايفين، وبعد كده هتروح على المكان اللي هيكون فيه العاب اللي بصيغه الاي اكس اي علشان تقدر اللي انت تشغلها. بعد كده هنبدا ان احنا نروح على اللعبه بتاعت العربيات ديت، وبعد كده هتبدا ان انت تضغط عليها بصبعينك الاثنين، وبعد كده هتضغط هنا على كلمه اوبن، هتبدا اللي هي تفتح معاك بنفس الشكل ده. هتروح تختار هنا زراير التحكم زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، ظهرت معاك على الشاشه زي ما انتم شايفين كده. اشتغلت معايا اللعبه زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، بس زرار التحكم ديت ما هيش بتاعتها، علشان كده زي ما انتم شايفين انا مش عارف ان انا العب بشكل سلس زي ما انتم شايفين، بس اللعبه شغاله معايا ما فيش عندي اي مشكله، ولا في لاج ولا سقوط فريمات نهائيا، واقدر ان انا اشغل اي لعبه انا عايزها على المحاكي ده، والمحاكي ده متوافق مع جميع الهواتف الاندرويد، الفئه المتوسطه والفئه القويه، وتقدر ان انت تشغل عليه الالعاب المناسبه على التليفون بتاعك. يعني انت لو التليفون بتاعك من الامكانيات القويه، تقدر يا صديقي ان انت تشغل عليه الالعاب اللي بجرافيك عالي، وهتاخد من عليه اداء كويس جدا من على المحاكي ده. انا بقول لك ان المحاكي ده ما بيزعلش اي حد، تقدر يا صديقي ان انت تجربه على التليفون بتاعك وتقول لي رأيك في الكومنتات. وبكده يا صديقي تكون خلصنا الشرح بتاعنا. سلام.